هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت ياكم بفيديو جديد. طبعا اليوم من قلب المطبخ. طبعا صار لي كثير تصويراتي بالمطبخ، ما اعرف شنو السبب. المهم هنا حبيت اصور لكم. كانت اختي قاعده تنظف المطبخ ولمت كل الغراض وكانت قاعده تجلي في القاع، بس حرامات ما لحقت اصور لكم من كانت تجلي في القاع، لحقت على اخر الشغلات فصورتها. احنا هنا شنو دائما بالليل، هي اختي شنو تسوي دائما بالليل؟ شوف شنو مثلا تريد تنظف بالمطبخ، التنظيف القوي يعني، مثلا مو التنظيف العادي، تبدي تنظفها. اليوم هي شنو سوت؟ طلعت كل الشغلات اللي كانوا بالكاونتر الفوق ونظفت اللي داخل مالتهم. مثل ما تشوفون طلعت كل الغراض وجلفت اللي بداخله، وماما اشترت من هذا السيليفون يصير ضد المي فحطته داخل الكاونتر وصفطت عليه الشغلات. طبعا الغراض اللي نستخدمهن دائما بس احنا حاطين بالكاونتر، يعني عندنا الشغلات الجديده نظمها بغير كاونتر مو بهذا. هنا ورا ما خلصت كل شيء ونظفت المطبخ وهاي، جيت دا اشوفكم طريقة تتبيل الدجاج الشوي. هنا بالبداية ماما شنو قصت هاي مال الاجناح، يعني تقول يصير بي دهن وزفر، فماما كلية هذا تقصه. شو البنات تعلموا يعني اللي ما تعرف تقطع الدجاجة او فتشي، يعني انا همين ما اعرف وصدو دا اتعلم. بعدين قصت هاي اللي بالنهاية همين يصير بيها مثل الدهن، هذين كلتين طلعن زفر، يعني اذا ردتي تشوي او ردتي تسوي مرقة فهذا يسوي زفر. بعدين اجتي قصتها من الظهر، شوفوا بنات ما قصتها من البطن، قصت الدجاجة من البطن، اقصد من الظهر العفو. بعدين غسلتها. هنا دجاجة اصلا تجي نظيفة، احنا نستخدم دجاج الديوانية، هذا اطيب دجاج، يعني الديوانية يجي مو زفر وطيب ونظيف. لان انا مجربة قبل مرة، يعني كنت صراحة ما ادري، ورحت وجبت غير دجاجة وطلعت كل الزفر اصلا ما تنأكل، فالديوانية لا ما تجي ابد زفر. شوف بنات ماما غسلتها كل الزين، بعدين راح تغسلها بالخل، يعني ماما هاي طريقتها تغسلها بالخل على مود تقول اخاف اكو دم او يعني اي شيء بالدجاجه فهي راح يروح ويتعقم، يعني هيك غسله بسيطه. وبعدين راح اذب المي. هنا انا بنات بدات تشكشك الدجاجه، يعني شفتوا تشكشكتها بسكينه شويه كبيره على مود من تدخلها بالتتبيله تشبع الدجاجة بالتتبيلة مالتها. هنا أنا ماما رجعت تغسل الطاسة. ماما كل شي دققة بهاي الشغلات، يعني كل شغلة تستخدمها لازم تغسلها 4 مرات. هنا طبعا يوسف قعد، أنا دائما تجي الفيديو ويوسف قعد. هلا قعد يباع عليه شلون تحكي. المهم بنات ماما شنو راح تضيف بالتتبيله، خلي شعركم قبل لا يطلع المقطع. هي بالبدايه راح هنا هم رجعت غسلتها، تشوفون شكد غسلتها كل ساعه غسلتها. المهم بنات نرجع على التتبيله. اللي سويته ماما ضافت خل، اي خل يعني عندكم، خل التفاح اي خل. ماما ضافت هذا الخل العادي مالتنا، فضافت يعني كميه زينه، وحطت وياه فلفل، أضافت وياه بصل مطحون وثوم مطحون. لا تخافون يعني اذا ذبينا دوزيني هذا المي لحنك عبي ابد ما اخذه اذبه بحيث شكل الزفره هي كليته، لان انا مو شايفه بعض الناس يسوون الخلطه إيه؟ بس بعدين يشوها هي والخلطه. لا مستحيل، اصلا هي هسه الخل واليامندوزي والملح
كل راح ياخذ الزفره. زوي ثاني عجبني اسويها بالصوص، شلون ارجع اسويها مال ثاني؟ نفس المواد هاي على صفحه، مو تخليني تطلعين الدجاجي. هاي عندي هذا مال اندومي مال دبه. اي ماني علمتني عندك قمت اضم كلش طيب وروح يعني الحروره ما تتخبط. وهسه حخلي خاشوقه بصل مطحون، يعني خاشوقه معتبره وثوم همين مطحون، يعني الريحه تني اكثر اساسيات بالبيت. البصل الدجاجه تسويها تخبط، الدجاجه صدر الدجاج القاف هاي كل دي يصير طيب. اخر شيء خليني اخلي دبس الرمان بصراحه، ولا شيء ولا هاي ولا لبن ولا نسوي خالص ما اخلي. هم مرات اخليه بس هاي اذا هاي حسيها بالتشيز، بالتشيز وبوتيتا وهاي. بس هي هيك تطلع بنات كلش طيبه، عباره عن مرات يحبوها بالتشيز، مرات اسوي لهم اياها هيك اخليها بالتبسي واغطيها بالسليفون، فهم حسب يعني شو يريدوها. لا ما بعد انا كل مره دير بس هذا اليوم ما ادري من زاي كنت بارك هيك مسويته. بس اخلي قلاص مي، وهاي طبعا انا الثاني يوم اجي اقلبها بين كل ساعتين هيك اقلبها. بس هسه قبل كل شيء انا عوف هنا على هاي الصفحه من صفحه الافخاذه والصدر، يعني ما نقلبها لا لا عوف هيك ما احكي لكم. ثاني يوم الحموضه تجنن، اجيكم باكر الحي اصور يعني بنات شنو انا صار اقعد متاخر كلش، فاقول اصلا عندي اكل جاهز. لا ما راح اقعد ان شاء الله. وهنا أنا وانا ما خلصت لازم تغسل الشغلات اللي هي وسختن اكيد، وراح نقبلها وانضمها بالثلاجة الثاني يوم. طبعا هاي بالليل ورا ما خلصت قلت لكم اختي شغل، فماما سويت الدجاجة وخلصتها حتى ظل متنقعة بالمونة مالتها. الثاني يوم راح تشويها على الغداء. اللي وصل هنا بنات اتمنى تنطوني لايك تشتركون بقناتي، للي ما مشتركين بقناتي واللي داخلين للقناة جديدين أحب أرحب بكم وأقول لكم أهلا بالقناة مالتي ونورتوني أكيد. وطبعا بنات هذا الفلوق صورته أني مال يومين، يعني تصوير يومين، يعني قلت لكم الشغلات اللي أقدر عليها. أنا من روح بيت أهلي يعني أحب أصور لكم كل اللحظات، بس مرات ما اقدر، فهل اللي اقدر عليه اني اصوره وبعدين اجمعه لكم. وهسه اكيد الكل يسال انه ها وطولتي وصار لك جوا بيت اهلك من هذا الحكي. بنات اني دا اروح وارجع، يعني بيت اهلي اروح وارجع، لان تعرفون لين قلت لكم شويه مريضه والدكتور ماتي هنا، فعادي يعني دا اروح وارجع دائما، فدا يصير تصويري اكثر شيء بيت اهلي ما دا يصير ببيتي. هاي هنا ثاني يوم هم زين هم زين لحقت على اخر شي، يعني ماما حطتها بالتشيز، هذا التشيز يكون خاص بالدجاجة، وحطت وياه قطعة من البوتيتا لان احنا كلش نحب البوتيتا، ودخلتها للفرن. وهنا كانت مسويتلنا هذا التمن البرياني كلش نحبه انا وزوجي، كلش نحبه من ايد ماما، يعني تجي تسوي الحباية تكون كلش مايعة فكلش طيبة. وهنا طلعت الدجاجة، يعني منظرها هو دي يحكم، منظرها كان فتشي. انا ماما تتوخر الش اسمه التشيز من الدجاجة. وهاي كانت النهاية، الطعم كان خيالي وجنن، جربوها بنات والله كلش تفوتكم. بينما بعد ما خلصت الغداء رحت للصالون دريت اسوي تنظيف بشرة لانه بشرتي كلش تعبانة، فرحت دا اسوي تنظيف بشرة هيك، يعني هو يمنا يعني قريب، فرحت وسويت هنا. طبعا اللقطات تصورها على انستغرام فضيفوني على انستغرام. وهنا بنات ثاني يوم كانت الصدمة، هنا كان عندي الموعد ويا الدكتور لان دي يسوي لي فحوصات مرة ثانية دي يتأكد، فرحت اني وماما وبابا، يعني كانت هيك كلش كنت خايفة حيل خايفة، وبس قلت لازم هاي شغلات اثبتها بالقناة ولازم اصورها لكم. طبعا رحت للدكتور وفحصني وقال انه لازم عملية،
طبعا ما سمعت هذا الشيء كلش ضجت، فيعني قلت لكم حتى الفيديو ما منتجته وهالقد ما كنت مقهوره وكنت ضايجه وبنفس الوقت خايفه، فقال لي لازم عمليه على مود تخلصين من عندها بعد ما تتوجعين ولا كل شيء. فانطاني علاجات وقال لي لازم تسوين العمليه، وانا هم دا اقرر شو وقت راح اسوي العمليه بس بعدين ما مقرره. بدا اخذ علاجات وملتزمه لحد الان بالاكل يعني، وبعد الله كريم الله يشافيني، وبنات ادعوا لي انه الله يشافيني واقوم بالسلامه. هنا اول ما دخلت الدكتور، هسه اكيد راح يسالوني على الدكتور وين صاير. هنا أنا ببغداد جديده، الدكتور اسمه حيدر عباس، هو باطنيه وكل شيء موجود، ودكتور كلش كلش زين يعني. هنا كان الانتظار، لحظات الانتظار الصعبة وشنت تجي بقلق يعني قلق وخوف على ما ديجي دوري ودا أطوب للدكتور، فكنت كلش كلش خايفة، بس هاي الحمد لله وشكر على كل شيء. ولهنا بنات انهيكم الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة.